وسط غابات الأمازون تعيش عشرات القبائل المتفردة بثقافات غنية وغريبة وتراث ارتبط بطبيعة المنطقة ومواردها. تلك القبائل المعروفة بالشعوب الأصلية أو القبائل الأمازونية تقطن بمساحات شاسعة تمتد عبر مجموعة دول من بينها البرازيل، بيرو، كولومبيا، فنزويلا، الإكوادور وبوليفيا. ولكل قبيلة أمازونية أسرارها وتقاليدها وطبيعة حياتها المميزة. لكن أبرز الشعوب الأصلية في الأمازون هي قبيلة بيراها الملقبة بأسعد قبيلة على وجه الأرض. فما هي أسرار القبيلة الأمازونية السعيدة؟ قبائل بيراها تعيش بمعزل عن البشر على ضفاف نهر مايسي المتدفق عبر غابات هيوميتا الوطنية الممتدة على طول 473 هكتارا في البرازيل. حياة بيراها ترتكز على الصيد وجمع الثمار فقط، منعزلون لا يتواصلون مع غيرهم من بني البشر، ولديهم معرفة عميقة بالبيئة المحيطة بهم. يعتمدون على الموارد الطبيعية والأشجار لتلبية احتياجاتهم من الغذاء والدواء والمأوى والملبس. إلا أن أهم ما يميز هذه القبيلة عن غيرها لغتهم المتكونة من عدد محدود من الأحرف والكلمات، لغة غريبة تعتمد على النغمات عند نطقهم للكلمات، حيث تتكون من 8 أحرف صامتة و3 صوتية، وهي لا تحتوي على دلالات عن الألوان والأشياء المحيطة، ويقتصر كلامهم على جمل قصيرة ذات مغزى كإطلاق تحذير من وجود خطر ما، كما لا تحتوي على أرقام، فهم لا يعرفون سوى البعض والعديد في الإشارة إلى الأعداد أو الكميات، ولا يمكن لأي شخص غريب التواصل معهم كلاميا، فتعلم لغتهم أمر صعب جدا. بيراها لا تعرف التواريخ والتقويمات، يأكلون مرة إلى مرتين خلال اليوم وينامون لفترات قليلة ومتقطعة تصل أحيانا لعشرين دقيقة. ليس لديهم مشاكل أو جرائم، فلهذا الشعب خصوصيته كونه يعيش بمعزل عن مجتمعات محيطة. يقضون معظم وقتهم بالصيد والتنقل بين الأشجار، ولا ترتبط حياتهم بأي شكل من أشكال التطور أو الرفاهية. أما وسائل ترفيههم فتقتصر على الألعاب المتوارثة وعقد لقاءات دورية. أما أعدادهم فلا توجد إحصائيات رسمية عن الأعداد الحقيقية لهذه القبيلة، إلا أن المستكشفين يقدرونها بالمئات فقط، ويعدون من آخر الشعوب الأصلية التي تعيش على ضفاف نهر مايسي. في العقد الأخير تم تداول حياة البيراها وطبيعتها المنعزلة بشكل واسع تحت مسمى أسعد شعوب الأرض، وهو ما دفع المستكشفين إلى الذهاب لغابات الأمازون لمعرفة المزيد عن حياتهم. كان أبرزهم عالم اللسانيات الأمريكي دانييل إيفريت خلال القرن الماضي، الذي ذهب برحلة طويلة مع عائلته لدراسة طبيعة القبيلة، ووضع حصيلة رحلته بكتاب حمل اسم جملة تتداولها القبيلة: لا تنم، توجد أفاعي، والذي وصفهم فيه بأنهم أكثر القبائل غرابة في العالم، شعب دائم الابتسام ويمتلك قدرة الضحك على كل ما يحدث في حياته خيرا كان أو شرا، بل إنهم يضحكون حتى عند الجوع أو الألم، ولا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة لدى القبيلة، كونهم يعتمدون على مبدأ التعاون بين الجميع كواجب لا مفر منه.